ذكرت مصادر لتلفزيون تجراي أنه تم شن حملة التطهير العرقي في حق السكان في مدينة مايت أبري التي تتواجد في محافظة العلايت اللمتي في شمال غرب تجراي، وقالوا أن قوات الأمهرة الإقليمية قاموا بجمع السكان في مدينة مايت أبري وأعطوا أوامر لمنعهم من الوصول إلى أي نوع من المعلومات، سواء كان عن طريق مشاهدة القنوات المحلية أو الاستماع إلى الراديو، إضافة إلى أنهم منعوهم من التحدث بلغة تيغرينيا أي اللغة المحلية التي يستخدمها شعب تيغراي. قاموا بجمع جميع السكان في مايت أبري ومنعوهم من أن يتحدثوا بلغة التيغرينيا، ومنعوهم من أن يتابعوا أي من القنوات المحلية، وقاموا بالتهديد قائلين أنهم سوف يقومون بقتل كل من يقوم بنقل معلومات عن قوات إقليم الأمحار الخاصة المتواجدة في المنطقة، سواء كان عن طريق الاتصالات أو أي وسائل أخرى، وجعلوا الشعب يشعر بالقلق فقط لهويته. ووفقا لمصادرنا، قامت تلك القوات أيضا بفرض الزيجات القسرية على 14 فتاة من المحافظة بنية تغيير هوياتهن. أو ورد على علي سلمتي أو هذا ما يجمر بهالبوتا في حي يدعى بماي قبرة الذي يتواجد في محافظة العلايس اللمتي، إضافة إلى أن ميليشيات إقليم الأمحرة قاموا بمنع السكان الذين هم من أصل تيغراي من العمل لإيجاد لقمة عيشهم، لقد قاموا بتهديد وإجبار 14 عائلة لتزويج بناتهم لهم. وإضافة إلى الجرائم المتعددة التي تقوم هذه القوات بارتكابها في حق السكان، فهي تقوم أيضا بتجنيد الشباب دون سن البلوغ رغما عنهم. قامت قوات الأمحرة المسلحة بقتل عدد لا يحصى من الشباب في حي يدعى بدمة الذي يتواجد في محافظة العلايت اللمتي، وقاموا بذبح الكثير من الماشية دون إذن صاحبها، وبشكل عام لقد قاموا بارتكاب العديد من الأعمال الفظيعة في حق السكان. الآن حتى وإن تم عقد اتفاقية السلام، يقومون بإدخال السكان إجباريا إلى معسكرات التجنيد العسكرية، وإن رفضوا يقومون بقتلهم، ولذا هم يمرون بمعاناة هائلة للقاية. بحوث قديسة وتدروا تعليم يقول لهم اللو لازم بتولوا كوتاليون إشي تولون شبريو. حتى وإن مضت 3 أشهر منذ عقد اتفاقية السلام في بريتوريا، إلا أن لا تزال قوات الأمهرة الإقليمية تستمر بارتكابها للجرائم في حق أبناء تيغراي، ولذا حث المتصل الذي تحدثنا إليه على أن يجب على الحكومة الفيدرالية تطبيق بنود اتفاقية السلام على أكمل وجه، وأن تقوم بطرد القوات المتدخلة من أراضي تيغراي، وأيضا أن تقوم بإرجاع النازحون داخليا إلى أراضيهم، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بحاجة لها. الشعب نزح ولجأ إلى مدينة شيرة، وحتى وإن لجأوا إلى مدينة شيرة إلا أنهم لا يجدون أي شيء لأكله ولينام عليه هناك، وهم يعيشون حياة معيشية صعبة للقاية، ولذا يجب على الحكومة الفيدرالية أن تتفاهم المصاعب التي يخوضها الشعب وأن تجد حلا لهم، وتعمل على أن توصل لهم المساعدات الإنسانية، ونسأل أيضا أن يخرج قوات الأمحرة التي لا تزال تحتل بعض من أراضي تيغراي. توقيت تقولوا لنا كله بدرجون بحلف نزول.